كده مصر كلها عرفت مكان الصيدليه. احنا كده بعون الله بعد اللي احنا عملناه ده اقسم بالله ما في كلب هيشتري منك حاجه. لا ما تقلقش، بس الناس هتيجي، الناس بتاعي وهتجيلي. خلاص ماشي ان شاء الله. ايه رايك؟ 100 100. افتتاح يليق بيك؟ اليافطه بقى. عايز اشوفها بقى كلمه صيدليه بقى، نفسي اشوفها. انا قعدت 3 شهور بس في كلمه صيدليه فوزي. ايوه هي دي بقى حلم حياتي، ان شاء الله هيتحقق. بقالي 4 سنين في الجامعه اتخرجت الحمد لله عشان اشوف كلمه صيدليه. الحمد لله. بقالك كام سنه؟ 4 سنين والله. وانت مش عارف صيدله كام سنه؟ كام سنه صيدله؟ 5 باين ولا 7. انا عارف انت امال ليه مشوني بعد الاربعه؟ هتلاقيك كنت شغال في الكانتين ولا حاجه وعقدك 4 فطردوك يعني. يا جدع هم 4 مالكش انت؟ بس قول لي بس، انت متاكد ان انت كنت طالب؟ اه. طب المهم يا عم دكتور فوزي، عايز بقى اشوف كلمه صيدليه. عينيا شوفها بعينيا دول. انت بقى اديني بقى حاجه، انا قعدت فيها 3 شهور. تعالى. ايوه خد شريط رمادول اهو. يلا كل يوم من ده. ماشي يا دكتور، بس وريني اليافطه بقى. ماشي خلاص. صيدليه فوزي عينينا، صيدليه فوزي. وريني بقى اليافطه بقى حلاوتها. يلا افتتاح بقى كاننا يعني هنفتح كوبري اكتوبر. يلا يلا. والان افتتاح صيدليه فوزي. الفرحة هتنط من وشك. الله أكبر، كلمة صيدلية خرم عينيك. إيه ده؟ أهو. إيه يا ابدا؟ إيه أهو يا أهو. الله يخرب بيتك، إيه ده؟ أهو صيدلية فوزي. إيه لية فوزي دي؟ إيه لية فوزي؟ إيه لية فوزي دي؟ والله أنا كنت كاتبها صيدلية فوزي، بس تقريباً صيد خدها نادي الصيد ولا حاجة. انت عبيط يالا، انت عارف لو العيال الصغيرة شافت الليلة دي هتعمل ايه؟ هيعملوا ايه؟ هيعملوا لي اغاني. ازاي؟ وهيمشوا في الحتة بقى يا ليا يا ليا يا فوزي يا حلوة يا ليا يا فوزي يا ليا يا ليا يا فوزي يا ابو ليا. العيال الصغيرة ده هيسموني ابو ليا فعلا. والله العظيم انت من كرم ربنا اللي حصل ده يا دكتور، وانت مش دريان. يا ابو ليا دي؟ ايوه ده احلى حاجه، بدل فوزي حسن ده خلاص انساه، دكتور فوزي ابو ليا. دي مصيبه دي يا لا ده من كرم ربنا عليك. والله ما حد هيشتري مني ده.